كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. قلت لي اشتغلت 6 شهور، هي 6 شهور وعشرة أيام. هو الاشتغال كان في واحد الجو عادي، في واحد الانسجام تام مع جميع الموظفين وجميع المتدخلين وكذلك حتى المواطنين. الحمد لله كنحضر يوميا، كان المكتب ديالي مفتوح يوميا، كنحل مشاكل الناس في اطار وبتوظيف الرقمنه. استطعنا نعالجو اكثر من 1300 ملف، قدرنا شملت جميع المشاريع بما فيهم المشاريع الصغرى وحتى الاشغال الصغرى اللي كنقولوا الاشغال الطفيفه اللي بتتخافوا، بمعنى ان دابا كل شيء ولا في الرقمنه. نقدر نشرح لك شي الرقمنه باش نقربوا المواطنين. الرقمنه هي ان ذاك المواطن ما بقاش خصو يجي للاداره باش يحط الوراقي، وهذه كي كل شيء كيدوز عن طريق الانترنت وكيتحط في واحد المنصه ترخص كيتكلف به المهندس ديالو. سيتادير المواطن ما بقى عنده علاش يجي للبلديه، الملف كيبدا من اللي كيحط الطلب حتى كيشد رخصه السكن. عندي هذه الولايه الثالثه ليا في المجلس، ولايه كنت فيها نائبه الرئيس في التعمير، ولايه كنت فيها رئيسه اللجنه ديال التعمير، وثالثا انايا واحد السيده اللي بنت القطاع ديال التعمير. يعني هذا في الحياه اليوميه ديالي في الاشتغال ديالي كنشتغل في هذا القطاع ديال التعمير، بحكم الاحتكاك ديالي مع المهندسين مع المقاولين مع المنعشين العقاريين. يعني كنعرف المشاكل اللي كيتخبط فيها واللي كيكونوا يعني عندهم علاقه بالمجلس البلدي وشنو ممكن المجلس البلدي يؤدي لهم بالضبط. في بداية الاشتغال أول حاجة درنا لقاء مع الموظفين، لقاء مع المنعشين العقاريين، لقاء مع المهندسين، لقاء مع جميع المتداخلين بما فيهم لاجونس سيربان، الوكالة الحضرية، سميتو لاراك، العمالة. هادو كانوا لقاءات فردية، المهم بوغ غولفي كاع لي بروبليم اللي كاينات، شنو هما فين كاين باش نجودوا العمل. ولله الحمد كان العمل جيد، اللهم لك الحمد، الحمد لله. تفاجأنا واستغربنا لسحب تفوق، ممكن تقولي لنا كيفاش تلقيتي خبر ديال غائبة تفوق؟ المهم انتم تفاجأتوا واستغربتوا، أنا صراحة لم أفاجأ ولم أستغرب. لماذا؟ إيوا حيت كان منتظر. أولا ماشي هذا أول سحب للتفويض، راه كان واحد النائب تم حتى هو السحب ديال التفويض ديالو وبطريقة تعسفية، والناس راه كلها كتعرف شكون هو ذاك النائب اللي تم سحب التفويض ديالو والاسباب والحيتيات اللي تم فيها السحب. وما كنظنش هذا غيكون هو الاخير، لحقاش يعني الطريقه ديال الاشتغال في هذا المجلس واحد الطريقه اللي كتشوبها واحد الغموض، كاينه واحد الارتجاليه. دونك في اطار هذا الغموض والارتجاليه، يعني اي واحد كل من عارض القرارات الانفراديه او العشوائيه ينتظر هذا المصير. ما نستغربش علاش نقول لكم علاش، لان انا هذه مؤامره وكانت باديه من قبل وبمشاركه النائب الرئيس اللي تسلم التفويض من بعد مني. داروها بواحد المؤامره، كانت بواحد الطريقه ماشي قانونيه، ماشي بواحد الشكل ماشي قانوني، بطريقه كيديه يعني عن طريق واحد الاستفسار وجهه للرئيس. تمت فيه حتى كما كنقولوا التطاول على مهام العامل، يعني ماشي من حق الرئيس يسالك استفسار. وهذاك انا راه جاوبت وكاينه والجواب كاين، لا بغيتو كاع تاخذوا نسخه وتطلعوا عليه. يعني ملي كنقول لك مؤامره، وهاد المؤامره انا كنقول ما باديش غير دابا، راه باديه من يلا خديت التفويض من 27/10. بدايه بدات في 15 نوفمبر من الضغط عليا بسميتو بالاعلام الورقي، الاعلام الالكتروني، وصلنا حتى التجسس على الهاتف ديالي، دزنا بالاستفسار واخره هو هذا. دونك هذه هي النتيجه. هذا اللي كان توصلتي بعض الاسباب للسحب ديال التفويض منك من عند سياده الرئيس؟ لا، جاني الالغاء ما فيه لا سبب لا حاجه نهائيا. واش ما كتظنيش كان السبب هو غياب ديالك عن الدورات او الوقوف الى جانب المعارضه ومساندتها؟ بعدا بالنسبه للسبب انا شخصيا ما عندي حتى سبب، لان الالغاء وصلني
ما فيه حتى شي مرفق كيقول التعليل ديال الالغاء. لا سبب لا مبررات. لا سبب لا مبررات. هذا انا وهذا الاصرار على سحب التفويض من بعدا نجاوبك انا غنجاوبك. هو بعدا كاينات اولا الا عطاو السبب الغياب في الدورات فانا عمري ما غيبت شي دوره الى حد الساعه تلقيتوني في الدوره. انا ما عرفتش شنو كيقصدوا بغياب الدورات. الا كانوا كيقصدوا الجلسات فعلا انا الجلسه اللي فاتت غبت، ولكن هذا كان تصريف موقف، غبت على واحد الجلسه تصريف موقف. والا لكانت الغياب على الجلسات يعني فيه ممكن فيه سحب التفويض، انا بالنسبه لي تقدر يعني راه شحال من نائب ما حضرش في شحال من جلسه ما تمش سحب التفويض ديال واحد الجلسه الرئيس بنفسه ما حضرش، حتى هو نديروا ليه سحب التفويض. شنو الارتسامات ديالك من بعد ما توصلتي؟ بلاتي بلاتي قلت لك عطاتني هي الاخت عطاتني واحد ثلاثه الاسئله خليني نجاوبها عليهم. قلت لك كاينه واحد المساله ديال المعارضه، انا بغيت هذه بعدا بغيت نوضحها مزيان للمواطنين ومزيان ملي طرحتوا عليا هذا السؤال. اولا المجلس كيتكون من 61 مستشار، والمجلس الصفه القانونيه ديالو هو جهاز تقريري، يعني هو يصدر القرارات. المكتب المسير يعني هذا المكتب المسير اللي كيتكون من الرئيس ومن النواب، هذا كيتسمى جهاز تنفيذي، يعني ينفذ قرارات المجلس. اذا هذه المساله ديال كيبقاو معارضه اغلبيه في الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي هو ملي كيكون المكتب، حيت القانون اش كيقول؟ المكتب الرئيس بمعيه المكتب ديالو المسير هو اللي كيحضر جدول الاعمال، يعني هو اللي كيحضر النقاط ديال جدول الاعمال وكيناقشها وكيداولها في المكتب، ومن بعد كيتم يعني ملي كيتفقوا شنو من النقاط اللي غيدوزوا هذه، من بعد كيتم التنزيل ديالها الى المجلس، والمجلس هو الذي يقرر. وديك الساعه الرئيس والنواب ديالو كيدافعوا على النقاط لان هما اللي حطوهم، دونك هذا هو الطبيعي. الوضع ديالنا حنا ماشي طبيعي. المكتب القرار النقاط اللي كتحط في جدول الاعمال ما كيحضرهاش المكتب، كيحضروها جوج ولا ثلاثه الاشخاص. بعد الخطرات كتكون ديك النقاط كاع اللي محضره اما يعني محاباه شي شخص ما، او من اجل استقطاب شخص ما. اذا انا كنائبه الرئيس كنشوف واحد النقطه ماشي في المصلحه ديال المدينه، ماشي في مصلحه المواطن، ماشي في مصلحه، ويطلبوا مني نصوت فقط حيت انا مع الرئيس. راه التصويت حر، راه القانون كيكفلو، ما كاينش شي حاجه كتقول خاصك تصوت مع الرئيس. كنصوت على القرار اللي في مصلحه المدينه، ما كنصوتش ضد الرئيس، كنصوت ضد يعني قرار، يعني كنصوت ضد واحد القرار اللي ماشي في المصلحه ديال المدينه وماشي في المصلحه ديال المواطن. اذا انا بالنسبه لي لكان هذا هو التصويت، لكان هذا هو كيسميه هو ذا المعارضه، ماشي مشكل خليهم يسميوا اللي بغاو. ونزيد اكثر تنمشيو كاع التصويت، ولكن كان عندكم وقت مره اخرى كاع نقدر نقول لك بان نجيبوا كاع النقاط اللي صوت عليهم معه والنقاط كاع اللي صوت ضد، ونقولوا هذه علاش صوت ضد وهذه علاش صوت معه، وغتلقاوني ما كاينه ولو نقطه واحده في هذه الدورات كامله صوت ضد المصلحه ديال المدينه. كيبقى الاشاره اللي نزيدكم، اولا كنحضر جميع اجتماعات ديال المكتب، جميع الدورات راه قلتها قبيله، جميع اجتماعات المكتب ما عمري غيبت حتى اجتماع. ولكن للاسف ما كاينش تدوين ديال المحاضر، وهذا الشيء اللي كنقول هنا وداك الشيء اللي كنصوت عليه هنا واللي كندير هو نفسه اللي كنقول في المكتب. وخذوا غير مثال دابا انا نقول لك باش نقول لكم المسائل الارتجاليه، بالله عليك نقاط حاطهم المكتب ويجي اجلهم هنا، يعني هو خصو يدافع عليهم، يعني ما يمكنش يجي يحط نقطه إلا هنا. باش كنقول لك ديك الارتجاليه في النقاط والطريقه باش كيحط النقاط، هذا الشيء اللي كاين. بإلحاح قلت لي بإلحاح بعض لا بعض المساندين رئيس من داخل وخارج المكتب. انا عن بالنسبه لي عن اللي خارجين عن المكتب الله اعلم، ولكن بإلحاح هذا واحد كنعرفو كاين معنا واحد في المكتب وهو اللي تسلم التفويض من بعد مني. وخلاصه الامر
يعني كاين دور ديال المساندين من داخل المكتب واحد. انا في المكتب واحد قلت لك في المكتب كاين واحد اللي كيلح اللي يعني انا نجزم ما نعرف الاخرين ما نقدرش نجزم. كما قلت لك خلاصه الامر هذا السحب هو فيه ظلم فيه تعسف وفيه كذلك خير، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لان اكيد الله سبحانه وتعالى يعلم شنو كاين. وانا بغيت نقول غير واحد، انا يعني انا نهضر على نفسي كنائبه الرئيس، ابدا عمري ما غنكون ضد مصلحه المواطن، وما عمر المواقع ما غتبدل المواقف ديالي. في اي موقع كنت غادي نخدم مصلحه المدينه. حاليا انا باقا نائبه الرئيس وباقا كنشتغل وباقا كنخدم. باش يبان لك ما كاينش عراقيل، كاين سوء تسيير. وغنعطيك بحالاش اخر نقطه شنو هي اخر نقطه؟ كندير تكافؤ الفرص. نعطيك واحد خلاصه على ديك النقطه ديال هيئه تكافؤ الفرص. هذيك النقطه ما تناقشتش في المكتب، هذاك الشيء ما تناقش كاع نهائيا، ما ناقشنا لا اسماء لا حتى حاجه. ملي كنقول لكم راه كيتحطوا نقاط وما كيديرش، دابا في المجلس اي نقطه كتعرض في جدول الاعمال كتحط المجلس في القانون خصها تعرض للنقاش. ما عرضاش النقاش، داز بدا كيقرا الاسماء وداز للتصويت. قبل كانت جات ديك النقطه ديال السلامه الطرقيه، جاب السيد معيط لي غيدير عرض. ما يمكنش دير عرض، خاصها تكون نقطه في جدول الاعمال وخاص يتصادق عليها. وفي ديك الساعه كيقول لك بداو كيقولوا لا، من الاخوان بداو كينبهوا بان راه ما داخلاش نقطه في جدول الاعمال، ما داخلاش يعني ما يمكنش تحطها ما تحطهاش زعما كاينات. قال لك ندوزوا للتصويت. واش انت غتصوت على نقطه ما كاينش في جدول الاعمال؟ كيبان لك شنو كاين؟